تشوف شو هو الماتريكس. الماتريكس هو نظام، يعني إذا بدكم array of number، يعني مجموعة أريات مرتبة بشكل منظم. بس تشوفوا عمار بعد ما فات طلعوا بشكلها. هذا ماتريكس أول شكل شايفينه، وين رو ماتريكس كولو ماتريكس، يعني هالترتيب هيدا بسموه ماتريكس. اوكي اوكي طيب، هاي بعدنا بالفكرة الأولى. شوفوا كيف diagonal matrix، يعني إذا قلت في A B C والبقية زيرو بسموه diagonal matrix، بس أنا اللي بيهمني الترتيب هيك مثل براكت حواليهم بسموه matrix. scalar matrix يعني كلها نفس الرقم لكن في شكله بالدياجونال بسموه scalar. unit matrix إذا كان كلهم واحد. وهالشكل كله ها بسموه ماتريكس. هاي الفكره الاولى بلشت هيك. اوكي يعني احنا مثلا بيجي بالسؤال انه ايه، حتشوفي الاسئله هلا، حتشوفي الاسئله بس عم فرجيك الفكره، بس اكيد الاكس حتشوفي شو بدي انا. يعني هودي لازم نحفظه؟ لا مش ضروري، مش ضروري، عم بتفرج عليهم هلا بيوصلك الشغلات اللي بدي اياها. ها بلش الشكل الطبيعي. 6 4 24 1 ناقص 9 8 هاي بسموه ماتريكس. اوكي هذا الماتريكس برايكم من كم رو مؤلف؟ الرو هو اللي بالعرض او بالعرض، صح، الرو هو بالعرض. كم خط بالعرض يعني؟ نعم. اثنين. لكن هذا الشكل، الارقام اللي مرتبه بهالشكل هيدا بتوين براكت بسموه ماتريكس. عدد الرو 2 وكم كولوم؟ 3. هذا بسموه ماتريكس 2 رو اند 3 كولوم. هيك بلشت الفكره. اوكي وننتبه لشغله، الرو بالاول بيجي من هون 2 رو بالعرض و3 كولوم. اوكي ايه تمام منتابع. اليوم رح امشي على مهلي، ما حطول كثير عليكم من شان انه وصلنا زمان مش مبلشين، فبس خلينا كثير مهم ناخذ الفكره اللي بدنا اياها. ادينج بلشت اول فكره، كيف ممكن تجمع اثنين ماتريكس مع بعض؟ وهون بلشت الاسئله، كيف ممكن يجيك سؤال امتحان؟ يعني هيدا اول ماتريكس 3 4 8 6، كم رو هيدا؟ هيدا 2 رو و 2 رو و 2 كولوم. عظيم. لاجمعه باخذ اول رقم هو 3 بجمعه مع الاربعه، شو بيطلع جواب؟ 7. 7. نفس الشيء 8 اللي عسويتها 0 بجمعه مع الصفر بيطلع 8، الاربعه مع الواحد 5، والسته مع ناقص 9 ناقص 3. اوكي اوكي تمام اوكي بلشين بهاي الفكره. مثل ما قلت لكم اليوم ما حضغط كثير، اعتبر انه صرنا زمان واقفين بنفوت بالجو لنشوف لما تجي اذا هو حضوري او اونلاين. منتابع، هذا طلع معي اول عمليه ادينج، لكن اللي عم ياخذ نوتس الادينج بهالبساطه. منتابع. الفكره الثانيه ترانسبوزينج. ترانسبوزينج معناتها بنقلبه، عملية إذا بدكم قلب الماتريكس. وبعطي إشارة تي فوق منه، يعني بدي أعمل له ترانسبوز إيكوال كيف شكله بعد ما أعمل له ترانسبوز. الشكل الأول للماتريكس قبل ما أعمل ترانسبوز كم رو كان فيه؟ 2. وكم كولوم؟ 2 كولوم 3. 3 كولوم. عظيم. لما تعمل ترانسبوز الرو بصير كولوم، لاحظتي؟ تقلبيهم. يعني بدل ما يكون 6 4 24 نزلني صار واقف، هذا الرو اللي هو 6 24 وقفني بالطول، والرو الثاني كمان عملني كولوم، يعني الرو بصير كولوم.
اوكي تمام. واضحة؟ خدوا نوت فيها بليز، عملها لكم بشكل واضح. لا يا استاذ، ما اشرح في اللي هتبعت لنا شرح الدرس. نعم اكيد 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 حينشرح اليوم. انا عم بركز اليوم انه بدي فوت بالجو، بس هذا كان هدفي من فتحه الميتنج اليوم معكم. اوكي بدل ما الحصه الثانيه تكون انتروداكشن نرجع نفوت، فتنا هلا المره الجايه بنكون دغري بالجو اللي بدنا اياه. فهمتوا قصدي؟ فاكيد كل شيء حين بعض مثل العاده، خاصه اللي عم تابعوا معي. لكن ترانسبوز هو الرو بيصير كولوم. اني كوش؟ لا مش الحال، كل شيء تمام. في طارق عم بيسال شيء. ايه يعني انا ما في يحكي طارق. اوكي ماشي، هلا بشوف بلكي عنده. في ضجه حواليه بيكون. بدي اقول شغله بس، بدي اساله سؤال للكل، بفضل تكتبوا اللغه المعترف فيها، ما تتعود تكتب لغه الانجليش بالشكل هذا، يعني يا عربي يا انجليش كامل واضح. اوكي ما تستعملوا لغه الواتساب كطلاب، انتم بكره بتصيروا اساتذه ما بيصيروا نتعود هاي اللغه لان تنزع لغتنا الاصليه. اوكي ماشي، يعني بقى حد بيكتب لي عربي الفصيح او الانجليش اللانجوج اللي بفضلها، بس ما يكتب لي الحرف الانجليش مثل تبع الواتساب، ما تعتبر لغه هي. من تابع؟ انا لك الفكره الاولى اللي اخذتها بعد ترانسبوز، لاحظتوا كيف قلبتهم؟ من تابع؟ هيدي A و B. اوكي اول اكزامبل ماشي معي الصبيه اللي عم يشتغلوا، بكتبوا لي A بلس B. اي معك. حلوا لي على الورقه عندكم A بلس B. وبس تخلصوا تعطوني الجواب. الكل اللي عم يشتغلوا حتى اللي مش عم يقدروا يحكوا، في بعثوا لي اياها شات يكتب لي الجواب. استاذ خلصت. يلا منطق بعطيك 5 دقيقة بس. ميسا قلتي لي خلصتي ما هيك؟ ايه انا. لارا. عمالك انا مش مستعجل، بقول لكم اليوم انا بدي بس هيك حرك الملف شوي. وبلش بهالموضوع جديد اللي بدي امشي فيه. مش الحال. عظيم. أنا خلصت. جواب نشوف. أعطوني إياها. أنا خلصت. أوكي. بلش أنا. أعطوني جواب يس. أوكي. ناقص 3 ناقص 2 0 5 10 3 2 5 ناقص 8. ناقص 8 ما هيك؟ يعني هي. طيب البقية في شي سؤال مضبوط حكالته؟ صح وأنا نفس الشيء. أعطوني A ماينس B. وأنا نفس الشيء. إكسلنت. لكن الأسئلة اللي بلشوا تحددوها كيف بدك امتحان بهاش أشكال هيك أكيد هتكون أصعب شوي، بس إنه فتنا بالجو هيك. إيه أكيد. أوكي يلا A ماينس B. أنا خلصت. انظر البقية لارا عمار لحدهم. أنا خلصت. يا. وأنا أقول لك يعني صحنا وأنا مش الحال خلصت. يلا أعطوني جواب. ماينس 7 ماينس 3 ماينس 8. عمالك ماينس 7 وبعدين؟ ماينس 3 ماينس 8. ماينس 8
ماينس 8 عم تحكي الرو هيدا مش هيك هذا الرو اللي فوق صح اول رو طيب الثاني رو 14 ماينس 10 1 قلتي 13 14 اوكي انا صعب شيك انا اذا في شيء خطا عندي او عندكم لنأكده بس انا مضبوط 14 ماينس 10 ماينس 1 تابعي 4 9 10 لا تأكدي منها انا عبط الاسم صح صح 4 9 10 ماشي ماشي مضبوطين اوكي ننتقل لمجموعة تانية يلا سؤال تاني What is 2 minus 4 minus 3 2 minus 4 minus 5 يعني كم ينطلب بلس اوكي بتطلع 3 minus 8 خدي وقت خدي وقت تسوها اضبط مشان الكل اللي عندكم اربع سوليوشن اعطيكم اياهم ها في اربع سوليوشن فيكم تنقوا واحد منهم مثل عادي اذا خلص الزوم ترجع بتفوتوا على نفس اللينك ها ما تنسوا في حال خلص الوقت المخصص نرجع بنفوت على نفس الميتنج فيكم تنقوني A, B, C أو D ها؟ تنقوا واحد أنا طلعت معي الـ A الـ A البقية إذا في اختلاف أنا الـ D D صار في اختلاف اثنين صار منحلها مين بعد عم يعطيني احتمال؟ طارق قال لي A وانا طلع معي الـ A طيب بنجرب سوري انا الـ A كمان انا الـ A كمان عظيم لنشيك شو رايكم 2 مع ماينس 1 شو بيطلع 1 ماينس 1 او ماينس 1 1 يعني منا A يعني B هالسؤال بس هبسأل انا عب شيك انا بيكم مضبوط انا طلع معي بي بي عمار ليش قلت لكم عمار حنجر لكن 2 بلس ماينس 1 يعني 1 ما هيك يعني يا اي يا بي يا سي يا بي مضبوط صح انا حللها صح بس عبعت الخيارات الغلط يا لا اعطيني الصح لإلك اللي بالامتحان بتدخل لي بتنقي لي وحده بس في حال اجى هيك سؤال لكن 2 مع ماينس 1 معناتها 1 صح صح طيب منتابع ماينس 4 مع 3 ماينس 1 ماينس 1 صح طيب ماينس 3 مع ماينس 5 ماينس 8 و 2 مع ماينس 2 0 ايها طلعت يعني عندنا هلا البي الدي البي البي بي عظيم ماشي لكن انتبهوا للأسئلة مهما كان السؤال بسيط ممكن يضيعكم أوكي؟ هلا سؤال تحت منه يعني ما تستخفوا تقولوا والله شغلة بسيطة اللي هي مشكلتك بالحل أوكي؟ يلا التاني تحت منه What is 2 minus 3 minus 4 2 minus minus 1 minus 5 3 minus 2 أكيد بيطلع ماتريكس واحد ما هيك 2 by 2 أوكي أنا خلصت عمان ما تعجلي يعني تبو أنا لما تقولوا إني خلصت بخمس دقائق بحس إنه بيكون كتلة أخطاء معك خطأ راحت عليمي يعني بس إنه خلص عمان كل واحد يكتب من قدامه ونحكي
أنا خلصت. بقي في شاب شغلوا بعد؟ أنا خلصت. طيب قلت لو جاوب معكم. 3 حدا 2 minus 7 حدا 4. شو رأيك كمان هيك؟ تعال نشوف. أي منهم يعني الأربعة؟ A. صح A. أجمعنا على A كلنا؟ إيه. أوكي ماشي. منتابع. يلا واحدة تاني. وحصلوا كان السؤال كي بيجي هم نموذج من الأسئلة أكيد بيجي من كل نموذج واحد مش كله بيجوا نفس الشيء. نحن عم قد ما فينا منكسف الحل ونختار بالامتحان من كل شغلة وحدة. شوفوا لي هاي بعد أكيد في تفصيل أكثر قد ما معنا مقت اليوم. أنا خلص. طب بالامتحان لما بيعطوك الوقت معين يفضل يعني تتروا شوي قبل ما تسلموا المسابقة. خلصتي معنا مشكل بس ما بتسلموا المسابقة غير ما الكل تعرفوا حالكم خلصتوها. هلا أعطي وقت للبقية. أنا خلصت. تمام. هنطر شوي صغيرة تشوف إذا حدا. أنا خلصت. جواب شو هو؟ خليني بس شو إذا في أجوبة بس أشوفها. في أجوبة عمها. طلع معي أنا الأي. وأنا كمان. إذا في اختلاف لنشيك. طارق حطت لي سي مافزة لهذا السؤال. ايه. طارق ما بعرف اذا هذا السؤال حطت سي او لغيره. على كل حال. طيب شو طلع معكم؟ كلكم A؟ ايه. طيب خليني اجمع الستة مع الثلاثة غدا بتطلع؟ يعني اخر بالزاوية. هاي الستة ناقص الثلاثة غدا بتطلع؟ ثلاثة. ثلاثة مضبوطة، أوكي؟ بس عم نشيك نحن. شو ما في عندي اختلاف؟ طيب. الأربعة ناقص واحد زائد خمسة بيطلع أربعة، ماشي، أوكي، ننتبه. لإيه لكين، أوكي؟ إيه. هلا بدي ترانسبوز لهذا. سؤال. What is the transpose of the matrix? اللي قدامكم. اوكي. يعني مثل ما هو بنقلبه على ميلة اليمين. مظبوط. مظبوط. اكتبوه عندك، اكتبيه عندك وهلا بنشيكه. ترانسبوز. أنا خلصت. ماشي. أنا خلصت. الباقيين. أي أستاذ أي. يا. أي بيطلع؟ أنا ولا واحد. ما بيصير. بيطلع السي. السي. سي أنا كمان طلع معي. إيه السي. طارق قال لي السي كمان. أوكي. سي.
كيف قلبناهم؟ يلا هلا بشيك انا وياك. يلا لكن ساعدوني الاجوبه تبعكم بس. مايسا شو طلع معك؟ ماينس 3 تحت ماينس 1 لا لا قصدي A B C أو D. ولا وحدة. أول وحدة ماينس. عمار. سي. سي. طب طلع على ميكي لاحظي. بس نقلبها ما بنشيل ال ما بنشيل الماينس ما بنغير ما بنشيل شيء لاحظي طلعي. ماشي معي على ميكي 2 ماينس 5 6 بتكون رو بصير كولوم برميها لتحت ليك وين صارت هون ها شو سوني هي ناقص خمسة صارت هون. أنا قلبته كله عملت اليمين. لا يعني لا لا وحدة وحدة. هو... لا قبعنا هاي من هون كلها ركبناها صارت واقفة بالطول واحد مش هيك؟ رجعنا أخذنا اللي تحت منها وقفناها صارت ناقص واحد اثنين ناقص أربعة. شفتي كيف؟ رجعنا أخذنا آخر رو وقفناه صار ناقص ثلاثة ناقص واحد صفر. تمام ماشي. عمالك برجع بدلك بدك تاخذ المبدأ تبعهم. لا يعني... ايه مش الحال عرفت كيف عرفت كيف يعني هو اكيد واحد بس شوف اول اكزامبل مش عنده بيتنبا بشوف كيف فكروا فيه صحيح الرو صار كولوم وقفني اول رو صار كولوم صفيني صف وقفني وقف اخذ محل كولوم بيجي الرو اللي تحت منه قديما اللي تحت منه هو ناقص واحد اثنين ناقص اربعه وبيوقف بصير كولوم بصير واقف ناقص واحد اثنين ناقص اربعه باختصار هي سي اوكي اوكي بنتابع تقلنا لسؤال أكبر شوي أعطيني كل A وأعطيني كل B شو بدهم 3A minus 2B بدك تحلوها ما هيك يعني بدك تضرب 3 بالماتريكس A بترجع تضرب الماتريكس B بناقص 2 صح وبترجمعه بتجمعهم مع بعض أو بتضرب B ب 2 وبترجع بتنقصه 3A minus 2B أوكي بلشوا فيها خذوا وقتكم وعملكم واضح السؤال ما جاوبتوني واضح السؤال ايه اوكي عملكم ايه بلشوا فيه عملكم لاحظتوا كيف الاسئله بلشت تصعب شوي ايه بس يعني كرمال دغري بلش حل صح اول شيء بنحط ماينس 3 قبل ما نضربها ب 3 اللي هي اللي برضه لا تضرب 3 بالاي بالاول ايه بس انه بدي احل اول شيء اي برجع بضربها ب 3 مش صح بدك تحل الاي كيف بدك تحل الاي ما هي ما هي محلوله بس تضرب 3 باي بالاول يعني بضرب 3 بكل وحده حكما تضرب الاي تضرب 3 بكل الاي بصير عندك ماتريكس 3 اي بتطلع نتيجه مش هيك ترجع بتضرب الماتريكس بي بشو؟ بي ماينس 2 بضرب 3 بالماتريكس A خلص اول بارت ناقص برجع بضرب 2 بالماتريكس B صح؟ ايه بس قصدي انا انه مثل ما كنا نحلها قبل الماتريكس صح؟ مش انه بنضرب 3 بكل وحده من ال A مبلا بكل وحده ما هي اصلا كيف جاي الاي لما تقولي 3A يعني بتنضرب 3 بالكل مش بوحده بس حكما انه هذا رقم ثابت اوكي اوكي أنا خلصت عمالك لأنه بخاف يطلع في أخطاء هيدا مرة تانية إذا بدك ماشي صور في سوليوشن كمان عندك شوف هو مع السوليوشن يعني جات عملتها 3A ناقص 2B
ايه قصدي في اربع سوليوشن، جرب نقي واحد من اللي عندك اياه، هيك بتكون عضو. مش على طول بالامتحان بعطي سوليوشن، بس ممكن اعطي. سي الجواب سي. ماشي هلا تشوف البقيه. اوكي طارق، طارق حتى اللي يتصور سي، طارق سي كمان. وانا كمان السي. البقية كل نسيت مبدئيا. أنا آسي. طيب خلينا نتأكد منها. أول شيء أخذنا ثلاثة ضرب أول رقم ناقص ثلاثة ضرب ضرب ثلاثة، شو صار بتساوي؟ ناقص تسعة. ناقص تسعة. هلا فيكم تكفوها دغري، فيك تكفيها دغري أو تفصليهم. إذا بدي كفي ناقص اثنين ضرب بي، يعني ناقص اثنين ضرب أربعة، مش هيك؟ صارت عندك ناقص ثمانية. صح. وناقص تسعة ناقص 17. ناقص 17، يعني يا بده يكونوا يا سي يا دي، مزبوط؟ صح. ناخذ الرقم الواحد، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ناقص ستة ناقص ناقص لا تسعة، هي 3 ناقص ناقص 6، يعني 3 زائد 6 9. صح، يعني 3 ضرب 1 3، معك 3 صار بأول جهة، صح؟ صح. ومعك ناقص 2 ضرب ناقص 3 صار معك 6 و3 9، مظبوط؟ مظبوط اللي قلته أنا؟ ايه ماينس ماينس بصير يعني سي، يعني صار فيك توقف دغري بيد السي، مضبوطه؟ ايه صح. ايه بس يعني بيرجع لك انت تكفي الاخير من تابع. هون عم بوضح لك الفكره اللي حكينا عنها اللي سالتوني اياها، اذا 3 ضرب اي معناتها 3 بتنضرب بالكل. لاحظتوا؟ إذا في صوت عندكم شوي بليز اعملوا سايلنت للمايكرو عندكم. اللي عنده صوت شوي بس يعمل. لاحظوا كيف حلها هو 3 ضرب A، ضربنا 3 بالكل طلع عندك ماتريكس ناقص 9 3 ناقص 6 12 15 ناقص 3. أوكي؟ ماشيين سوا؟ إيه أستاذ. عم بفرجوكم السوليوشن. البي ضربناها باثنين تحولت ل 8 ناقص 6 0 ناقص 4 ناقص 4 8. اوكي هيدي 3 A وهي 2 B. هلا بنطرحهم من بعضهم، اخذنا هي ناقص هي بيطلع الجواب. ايه تمام. هلا بنقوا الطريقه اللي بدكم اياها. منتابع. طور اكثر. هاي ال A وهي ال B، بدي 2A بلس B ترانسبوز. شفتوا شو صار هلا؟ بنصحكم جيبوا اول شيء 2A لحال، اعملوا ترانسبوز لل B وبتجمعوهم. مش مظبوط؟
أنا خلصت. أمان. وأنا خلصت. شو الجواب طلع؟ طلع 2 5 14 minus 8. أنا كمان هيك. دي. وأنا نفس الشيء. دي. منتابع. هاي الجواب تحت عم فرجيكم اياه بس. لاحظوا الترانسبوز كيف صارت. 2 4 وقفناها ما هيك؟ ماينس 2 4 صارت كولوم والرو 3 ماينس 2 صارت كولوم وقفناها هون، اوكي؟ المهم هاي الجواب 2 14 5 ماينس 8. اوكي؟ اوكي سؤال تحت منا ال A وال B بدي 2A plus 5B بدي جواب خلصت. يلا نشوف. جواب. ناقص 8 34 14 ناقص 15 ناقص 2 19. يعني أي من هودي؟ بي. في إجماع على البي. طارق حد بي كمان هي بي و A أو لا A B B واحدة بس B B B أوكي انتبه هاي جواب ناقص 8 34 14 15 B another example But the 3A transpose minus 2B transpose. في حال طلعتوا من الميتينج رجعوا فوتوا على نفس اللينك بكون الزوم خلص الوقت المحدد له
أنا خلصت. هزار طب. أنا خلصت. تنشوف الجواب. هي منهم؟ أدي. شو رأيكم؟ دي دي مزبوط مزبوط الدي توقعاتي بده يعمل مزبوط رجع يصلح لي انفيرس معي شوية وقت بعد الانفيرس يعني إذا بدكم ريسيبروكال يعني بيعمل ريسيبروك لإلها ميني بصير واحد على ثمانية أوكي؟ لاحظوا الاكس بيعبر عن نعم ايه اوكي مش الحال يعني واحد على ايه بتصير a to the power minus 1 هي بسموه انفيرس بلشنا هاي الفكره لاحظوا بكل بساطه اذا بدك تعملي انفيرس لماتريكس لازم تضربي اول شيء بتقلبي الاي والدي بتغيري محليتهم وبتحط النيجاتيف للبي وللسي وبتقسميهم على شو؟ على اذا بدكم ديترمينت تبعه لهذا الماتريكس لكن اخر فكره اليوم تبعوا معي الكل معي؟ ايه اذا عندكم بس اخر فكره هي ما عاد في غير الوقت خلص عندي صف ثاني بعد A B C D إذا بدي أعملها to the power minus 1 بسموها inverse بتجيب determinant تبع لهيدا شو معنى determinant يعني A ضرب D ناقص C ضرب B أخذنا determinant هذيك المرة ما هيك؟ إيه يعني واحد على determinant بأول part مضروبين بشو؟ ال D وال A بتقلبوا لهم محليتهم وال B وال C بتخلوهم محليتهم وبتعطوهم negative أوكي هيدي الانفرس لاحظوا مثلا عندك 4 2 7 6 بدي الانفرس ماينس 1 ضربت 4 ضرب 6 ناقص 7 ضرب 2 كله مضروبين بشو؟ ب 4 6 قلبتهم وعملت نيجاتيف ل 2 وال 7 حسبتها وطلع 1 على 10 ضربت 1 على 10 بالكل بيطلع هيك الجواب. Any question؟ طبوا عندكم بليز لننهي المحاضرة مش هكفي أكثر اليوم بس بدي تكتبوا لي هي عندكم هي الانفيرس اوكي ما استاذ رح تبعث لنا الدرس بعد مرة ايه بس بفضل تكتبوها بلكي ما لحقت اكتبها كلها هي تعبت لي هبعتكم اياها كلها بس ممكن تكون مجتزأة او شيء بس هاي الفكرة هي اوكي بس خلصوا قولوا لي مش الحا any question حرنش سؤال نحكي بعدين بنشوف next week كيف الوضع بيكون اوكي 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 ماشي يعطيك العافيه ثانك يو سوري ما في طول لان عندي صف ثاني نحن عم ناخذ مبدئيا بدون بريك كمان يلا جود لك بسيطة باي باي شو باي